السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بمشيئة الرحمن هنعمل بيتزا بحجم عائلي، وهنقول كل التركات والتفاصيل اللي هتطلعها معاكي بطعم مميز جدا وتنافس بيتزا المحلات الكبيرة. يلا نسمي بالرحمن ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجة حبايبي، بجيب كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، هنزل عليه بالمكونات اللي هتخرج عجينة معايا مميزة جدا. اول حاجة معلقتين من الحليب البودر، بيدي نعومة للعجينة وبيخلي طعمها مميز جدا. هنزل بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ولو انت مش متأكدة من الخميرة بتاعتك ممكن تعملي لها تيست. هنزل كمان بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر، بيخلي العجينة بتاعتي هشة جدا وبينفشها وبتدي لها ارتفاع كويس قوي. هنزل بنص معلقة من الملح، مش مليانة، وكمان عندي علبة صغيرة من الزبادي بتدي طراوة وتحفة كده للعجينة، بتخليها طرية جدا. 3 أو 4 معالق من الزيت، لحد كده احنا عملنا عجينة طرية ومميزة قوي. عشان العجينة تفضل معانا طرية بضيف معلقة من الخل، والخل هنا بيعتبر كمحسن للخبز، بيفضل معايا العجينة طرية لو قعدت معايا اكتر من يوم. هعجن العجينة بتاعتي بمية دافية سواء على ايدي او في العجان، لو على ايدي بعجن لمدة 10 دقايق او ربع ساعة حسب جهدي، عجن متواصل لحد ما العجينة تنعم معايا وتبقى طرية وملساء، ما بتلزقش في الايد لكنها طرية زي ما احنا شايفين كده. العجينة كل ما بتكون طرية كل ما بتكون سهلة انها ترتفع وبتدي نتيجة تحفة جدا. هسيبها ترتاح كده في بولة على مسحة من الزيت واغطيها واسيبها نص ساعة او على حسب درجة حرارة الجو عندك. لو الجو برد بتغطيها وبتسيبيها في مكان دافي، لو الجو حر بتخمر معاكي في اقل من نص ساعة. شايفين معايا ما شاء الله تبارك الرحمن حجمها اتضاعف وبقت معايا منفوخة كده. هدي لها البوكس التمام زي ما احنا شايفين، وهبتدي بقى اجيب الصواني بتاعتي الالومنيوم بتاعت الخبز لانها بتوزع الحرارة كويس. هقسم العجينة بتاعتي لكورتين قد بعض، يعني كيلو الدقيق قسمته على باتنين بيتزا. دهنت الصينية بس في فرشة زيت كده علشان تبقى تديلها لون حلو من تحت وما تلزقش معايا اثناء الخبز. هبتدي افرد العجينة، وانا بفردها دايما احنا عارفين بنفرد العجينة من جوه لبره، وبناخد دايما كده من جوه لبره عشان توسع معانا، وفي نفس الوقت في البيتزا بالذات ما بدوس على الحروف بتاعت العجينة وانا بفردها، لان انا عايزة البيتزا تدي معايا الشكل اللي هو بيتزا الجاهزة اللي بتبقى حرفها عالي كده من بره. فردت العجينة وما شاء الله تبارك الرحمن عشان العجينة طرية معايا ومخدومة كويس بتوسع معايا بمنتهى السلاسة كده، مش بتعذبني ولا حاجة، بتمشي معايا وما بترجعش تاني لان هي مرتاحة معايا كويس قوي ومخدومة اثناء العجن كويس جدا. شايفين معايا اللهم بارك، فردت اول واحدة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. في تفصيلة كده بحب اعمل بالشوكة كده تخريمات خفيفة كده في وش البيتزا، بس ما بروحش ناحية الحروف علشان ما ترفعش معايا قوي. هنزل بالتوبنج بتاعي بقى، عندي صلصة البيتزا عبارة عن الصوص السهل السريع اللي احنا عملناه مع بعض اكتر من مرة، معلقتين من الكاتشب على معلقتين من صلصة الطماطم، بخفقهم مع بعض كده مع رشة من الملح والفلفل ورشة من الزعتر، بيدي تيست حلوة قوي قوي للبيتزا بتاعتي وبتبقى طعمها مميز على الاخر. شايفين معايا اللهم بارك، بدهنها كده من الطرف للطرف علشان يبقى لونها موحد، وكمان لما تتخبز الحروف بتاعها تبقى لونها خطير، وهنشوف مع بعض النتيجة في الاخر. ببقى مقطعة كده خضار مكعبات، طماطم شايلة القلب بتاعها، وكمان زيتون مخلي وفلفل الوان وبصلة صغيرة كده بفرمها، بتدي تيست حلوة قوي، ممكن تستغني عنها بس انا بحس انها بتدي طعم مميز جدا للبيتزا. انا هعملها النهاردة بحشوة البانيه، حمرت البانيه بتاعي المتبل كويس جدا وابتديت اقطعه كده بعد ما برد لقطع مناسبة علشان اقدر اوزعها بشكل كويس على وش البيتزا زي ما احنا شايفين، علشان كده اللي ياخد قطعة تكون فيها الحشوة في كل مكان موجودة فيها.
كده ما شاء الله تبارك الرحمن، تقدري بقى تحطي الحشوة اللي انت عايزاها في البيتزا بتاعتك، وبعد كده بتحطي بقى الجبنة، بتوزعيها كده زي ما انت عايزة. الجبنة بقى على حسب رغبتك، ممكن تحطي جبنة موتزاريلا بس، او ممكن تحطي ميكس جبن شيدر على موتزاريلا، ممكن تحطي رومي مع كمان الموتزاريلا، واخر حاجة بحطها كده كام شريحة من الزيتون زي ما احنا شايفين كده علشان الشكل النهائي. وفي الوقت ده ما ننساش ننوه ان احنا مشغلين الفرن قبل ما نبدأ في فرد البيتزا، اقل حاجة لازم يكون الفرن اشتغل 10 دقايق على اعلى درجة، ودي من اهم تريكات ونجاح اي مخبوزات علشان تطلع معاكي طرية وما تنشفش في الفرن، لان لو دخلتي المخبوزات على فرن بارد او لسه مشغلاه ودخلتي المخبوزات بتاعتك على ما الفرن يسخن، هتكون المخبوزات بتاعتك نشفت وتطلع يابسة ومش طرية. احنا قلنا تريكات مهمة جدا في عمايل البيتزا بتاعنا، من اول العجينة والصوص البيتزا وكمان طريقة الفرد وطريقة الخبز. دلوقتي بعمل البيتزا التانية، فردتها بنفس الشكل من جوه لبره، واحط صوص البيتزا اللي احنا عاملينه المميز السهل السريع. تقدري تعملي صوص لو انت بتحبي تعملي صوص بطريقة معينة، تفرديه من الاول للاخر كده على البيتزا، وهنبتدي برضو نحط كل التفاصيل بتاعتنا. الحشوة هنا حسب ذوقك، تقدري تعمليها بحشوة الفهيتة او بحشوة اللحمة المفرومة، ممكن التونة او بالسيفود الجمبري او اي حاجة انت بتحبيها، ممكن تعمليها بيتزا بالجبن بس حسب ذوقك. ما شاء الله تبارك الرحمن، البيتزا من الحاجات اللي عندها قابلية انها تستوعب العجينة بتاعتها، اصلا مميزة وبتديكي نتيجة حلوة جدا. ما شاء الله تبارك الرحمن، عملنا من كيلو الدقيق 2 بيتزا حجم عائلي تقريبا، يعني عدت معايا 40 سنتي. الصواني بتاعتي دي كبيرة جدا، البيتزاية الواحدة تأكل 4 أفراد بالغين، يعني كبيرة قوي. شوفي بقى انتي تخيلي لو هتشتري وحدة بيتزا من دي او 2 من برة هتكلفك قد ايه الوحدة بس لوحدها. احنا بتمن واحدة ميني بيتزا صغيرة من اي محل بيتزا عملنا 2 بيتزا ما شاء الله تبارك الرحمن، كبار جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دي اول واحدة خرجت معايا من الفرن، ودخلت التانية بعدها ما شاء الله تبارك الرحمن. الجبنة سايحة وجميلة، واهم حاجة ما تديش للجبنة لون جامد علشان تبقى سايحة ودايبة معاكي. البيتزا طرية اللهم بارك زي ما احنا شايفين، حروفها لونها احمر ومن تحت كمان خطيرة جدا. هوريكوا شكلها من قريب، شايفين اللهم بارك، بيتزا اقتصادية جدا شكلها تحفة، فيها كل الأطعمة المميزة اللي انتي بتحبي تجيبيها من بره. شايفين شكلها من تحت واخدة اللون الجلد الخطير من طريقة الخبز طبعا، وكمان فرشة الزيت اللي احنا فردناها عليها. عملنا دي البيتزا التانية اللهم بارك، طالعة تحفة جدا زي الأولانية وأحسن. البيتزا ارتفاعها حلوة قوي ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين معايا. لو احنا هنجيب 2 بيتزا زي دول من برة هيكلفونا كتير جدا، احنا عملناها في البيت بشكل اقتصادي جدا جدا، وكمان بحجم كبير تكفي 8 أفراد من كيلو دقيق. عملنا 2 بيتزا كبار جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين الشكل بقى قد ايه قطعة البيتزا علشان القطر بتاعها كبير، المثلث بتاع البيتزا كبير جدا. نشوف بقى البيتزا بتاعنا من قريب، شايفين اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن، العجينة طرية جدا، شايفين قلبها فاتح ازاي ولونها تحفة، شايفين الطراوة اللي البيتزا فيها، شايفين الجمال معايا والهشاشة السفنجية من جوه لأبعد الحدود. نسمي بالرحمن بقى وندوق كده اللهم بارك، خطيرة جدا طعم العجينة والتست بتاعها، العجينة الناجحة المميزة اللي معايا وطراوتها مع تتبيلة البني الخطيرة، عاملين ميكس رهيب جدا في الطعم اللهم بارك. وشايفين الارتفاع والهشاشة واللون الفاتح الخطير،
مش هتجيبي بيتزا حلوة كده من بره بالطعامة والنظافة وكمان بشكل اقتصادي زي ما احنا عملناها في البيت بالشكل ده. النهاردة كان الفيديو بتاعنا عن البيتزا الاقتصادية الخطيرة اللي بشكل عائلي او بحجم عائلي. اتمنى النهاردة يكون الفيديو نال اعجابكم وتكونوا عرفتوا معايا كل تريكات وتفاصيل البيتزا الناجحة الاقتصادية وتجربوها، وان شاء الله مش هتندموا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.